عبر الهاتف ينضم لنا إذن الملازم أول أبو الأثير الخابوري من معسكر الزكف في البادية الشامية، وهو الناطق العسكري باسم جيش مغاوير الثورة. أهلا بك معنا سيادة الملازم. معركة تحرير دير الزور الآن كيف تجري استعدادات لها، ومتى من المتوقع أن تبدأ بالتحديد؟ نعم، أهلا بك سيدتي الكريمة. أولا، جيش مغاوير الثورة قام بتشكيل هيئة سياسية منبثقة من وطنيين سوريين، تمام، تعمل على تشكيل ما يسمى الجيش الوطني للتحرير، نعم. حيث طيب، قمنا بمناقشة الموضوع مع عدة دول، ودول التحالف، ولم تنتهي الآن حتى هذه اللحظة النتائج، أو لم تظهر النتائج حتى هذه اللحظة. طيب، متى من المتوقع أن تبدأ معركة تحرير دير الزور؟ إن شاء الله ستكون في الأيام القريبة القادمة، طيب، لا أستطيع تحديد أي وقت. طيب، ماذا قلت بأنكم نسقتم مع بعض الدول؟ أيضا الخبر قبل قليل قال بأنكم نسقتم أيضا مع التحالف الدولي. نوع هذا التنسيق والدعم ربما المقدم لكم؟ حتى هذه اللحظة لم يتم أي تقديم دعم لهذا الموضوع بصراحة. هنا نحن نعمل على تشكيل الجيش الوطني للتحرير ليضم جميع أبناء سوريا، فقط تحرير دير الزور بل جميع، لكن انطلاقه سيكون الوجهة الأولى هي دير الزور، تحريرها من داعش. طيب، الفصائل قلت بأن التعاون بينكم وبين كل سوريا أو الفصائل الأخرى، من هي الفصائل المقاتلة الأخرى التي تتعاون معكم، وما الخطة ربما التي تم وضعها بشكل يظهر هذا التعاون؟ أولا، لم تضع خطط حتى هذه اللحظة، لكن هناك تنسيق مع جميع أبناء الشرقية بالكامل، كل من كان سابقا ينتمي للجيش السوري الحر، تنسيق مع جميع أبناء الشرقية بشكل كامل، وهناك فصائل منها تقاتل في الشمال، وهناك فصائل في البادية، وهناك فصائل في الحسكة أيضا تقاتل. شكرا لك ملازم أول أبو الأثير الخابوري من معسكر الزكف في البادية الشامية، الناطق العسكري باسم جيش مغاوير الثورة، كنت معنا عبر الهاتف.